تشلو منها وكتحكو. وممكن انكم ملي تشلو ديروا صويبين، عاوتاني صويبين بلدي، صويبين ديروا شويه الصابون البلدي، تشلو منه وتبداو تحكو. يعني كتمشي ديك الطبقه الفوقانيه يعني، وداك الجلد الميت وداك الوسوخات سبحان الله العظيم، واللون ديال البشره كيتفتح وكيولي على مزويناتو. السلام عليكم، كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وشهوه منكم يا اختي. كنتمنى البنات تكونوا مهليات فريوسكم، هذه اول حاجه غادي نبدا بها على فيديو. كنتمنى تكونوا مهليات ليا فريوسكم وكديروا هذا الشيء هذا اللي كنبارطاجي معكم، راه مفيد بزاف 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 بزاف. واخا تكوني يا اختي خدامه، واخا يكونوا عندك الدراري، واخا تكوني كيف ما كنتي، واخا تكون ظروف كيف ما بغات تكون، ما تنسيش ليا راسك وما تهمليش ليا راسك. فعافاك غير ديري الوصفات وداوميهم، فيما تشوفي راسك في المرايه دعي معايا صافي، هادشي اللي نبغي. وديري واحد لايك صافي، دعي مع اختك فاطمه زهره وديري ليها جيم. هذا الانستغرام ديالي مرحبا بكم، الا كنتو كتشوفوني لاول مره ابوناو، فعلوا لي داك الجرس باش اي فيديو غادي نحطو، دائما كنحط الفيديوهات مع 8 مهم من 6 الفوق طبيعه الحال ديال العشيه. كونوا في المواعيد، طلعوا على التليفونات ديالكم، شوفوا واش محطوط الفيديو ولا لا، دخلوا تفرجوا، خليوا ليا واحد الكومونتير زوين بحالكم. ما تنساوش بلي راه كنبغيكم بزاف بزاف. اول حاجه غادي نبدا بها الفيديو هو انني جبت لكم واحد، جبتها للبنات بطبيعه الحال اللي عندهم مشاكل ديال النحافه، وعندهم مشاكل في شعرهم، وعندهم مشاكل في ضفيراتهم يا البنات. يعني الضفيرات عندكم هشاشين، داك الشعر عندكم تيطيح، ما قوي ما حتى شي حاجه، كلك يا اختي مهلوكه بهذا المفهوم، كلك مهلوكه. يعني الشعر تيطيح، الضفران مرخيين دغيا كيتهرسوا، الوزن ديالك ضعيف بزاف يعني هابط بزاف، يعني ما عرفتش كيفاش دايره، مقلقه غير من راسك. جبت لك الحل اللي حتى انا بطبيعه الحال خديته باش غادي يعني غادي نتوكل على الله، وغادي يعني اول حاجه غادي نبارطاجيه معكم من الاول، ومازال غادي نعاود نزيد نبارطاجيه معكم باش تشوفوا النتيجه. واصلا اصلا يا اختي اصلا غادي تشوفي النتيجه بلا ما نبارطاجي معك حتى شي حاجه، غادي تبان النتيجه. حيت دائما انا هكا يعني فيما كان غلط كتبان النتيجه عليا وانتوما كتلاحظوها، فانتوما غادي تلاحظوها وغادي تقولوا لي فاطمه زهره شنو درتي. فانا جبت لكم البنات هاد تراكس بيك، تراكس بيك كتعرفوا التراكس، كنقرا مني خديتو كنقرا تراكس بيك، كنقول تراكس راه معروفه، بيك هي شي حاجه كبيره، يعني هذا خاص البنات او لهاد الحبوب خاصين بتكبير المناطق الانثويه. بطبيعه الحال كتغلاضي الشعر ديالك، كيولي زويون، كيولي قوي، ما كيبقاش يطيح. الضفيرات ديال يعني خاص بهاد ثلاثه الحوايج، الضفيرات ديالك كيوليو قويين كما كتشوفوا. انا راني حيدت البنات الصباغه، حيدت الصباغه هانتوما شو الضفر قداش. المهم البنات انا راني بديت في هاد الحبوب هادو، بديت كناخذهم، ما غاديش نقول لكم راه صافي راني ما عرفت كيفاش، راه نتوما كتشوفوا كلشي على عينيكم، ولكن من هنا للقدام لان هاد البواطه فيها 200 حبه، وانا يلاه بديت يعني باديه دابا بشي 3 ايام بحال هكاك، يعني بديت كتاخدي ثلاثه الحبات في النهار، يعني يعني قبل الوجبه ديالك الصباح الغداء العشاء. فانا يلاه بديت، راه ما يمكنش نكمل 200 حبه في وانا يلاه بعد. يعني نتوما انا كنقول لكم الحقيقه والصراحه، يعني نتوما مع الفيديوهات وداكشي غادي تلاحظوا الفرق، غادي تلاحظوا الفرق، غتلاحظوا الفرق، يعني غادي تلاحظوا انني واش تزاديت في الوزن ولا ما تزاديش. لا شفتوني تزاديت في الوزن. عرفوا اختكم فاطمه زهره راه حاليا كتستعمل تراكس بيك كما كتشوفوا. هذا البنات فيه 200 حبه ديال الزرع، هذا المكون الرئيسي ديالو، هو مرسوم هنا الزرع، المكون الرئيسي ديالو هو الزرع. كذلك كتسمعوا بسميتو، انا باش كنقول لكم كل شيء اللي كاين. انا مني حليت كنشم الريحه ديال بحال شكل ديال الخميره، فهادي فيها يعني كتسمعوا بديك خميره الشعير ياك، فهادي هي هذيك خميرة الشعير. ها هو الزرع هنا فين مرسوم، ولا الشعير ولا اش كيقولوا ليه. فهادي البنات
كتغلط، كتعطيك واحد الانيرجي، كتبقى يعني كما كنقولوا ما كتبقايش مرخيه، ما كتبقايش مرخيه، كتولي تاكلي مزيان، كتحلك الشهيه، ما كيبقاوش عندك المشاكل في الشعر ديالك، ما كيبقاوش عندك مشاكل في الضفيرات ديالك، فهمتوا كيفاش؟ فهذا البنات الا بغيتوا تاخذوه انا خديته من واحد لاباج، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، هو العنوان، غتلقاو في صندوق الوصف لو ليان ديال هذيك لاباج اللي كتبيع هاد التراكس بيك، وخذوه من عندهم. بالنسبه للبري داير 299 درهم، ها هي كما كتشوفوا، ما عرفتش حيتاش الكاميرا مقلوبه، مي داير 299 درهم. المهم قولوا ليهم جيتو من عندي، يقدروا يهبطوا لكم شويه في الثمن. انا خديته، انا زعمت وخديته، غادي هو ناتوريل بطبيعه الحال، طبيعي يعني مكوناته طبيعيه. فاختكم فاطمه زهره دائما كتقولها لكم، كتقول لكم راه كتلتجئ دائما لاي حاجه طبيعيه، فهذا طبيعي خديته، بديت يعني كناكل وداكشي، فمع الوقت غادي تشوفوا وغادي تلاحظوا الفرق، والفرق ديال اختكم فاطمه زهره كيبدا من الوجه، يعني نتوما غادي تشوفوا وجهي، غادي تشوفوا يدي، كلي بطبيعه الحال غادي تشوفوني وغادي تلاحظوا ان كاين واحد الفرق بطبيعه الحال اللي حتى انا كنتسناه. وحاجه مزيانه اننا يعني نجربوا شي حاجه اللي طبيعيه، وباش نحاولوا اننا نتهناو من المشكل. دابا غادي ندوزو نشوفوا الوصفه ديال التبريمه ديالي، جبت لكم يا البنات تبريمه خطيره ديال اللحم. كتسقل اللحم، كتبيض اللحم، شهوه منها يا اختي. غادي يجيكم اول حاجه، غادي يجيكم الفيديو طويل، مي حاولوا انكم تكملوه على الاقل تشوفوا الوصفه، او على الاقل كاع الا جاكم طويل شوفوا الوصفه وشوفوا المكونات، زيدوا شوفوا شويه هكا، زيدوا شوفوا شويه هكا. المهم الفيديو خذوا منه القطعات، يعني ماشي تاخدي الحاجه اللي انت بغيتي وتمشي، لان الفيديو داير مع بعضياته، والوصفه زائد الهضره اللي كنهضر او الحاجه الهضره اللي كنخرج من فمي كتكون متناسقه مع هذيك الوصفه اللي انا عطيتك. فحاولي تسمعيني شنو كنقول، كيفاش الوصفه طبقيها وكاع داكشي. يلا بلا ما نطول عليكم، شوفوا المكونات ونعاودوا نرجع. اذا الزوينات ديالي، الغزالات ديالي، غادي نبداو بسم الله على بركه الله. التبريمه ديالنا اللي جبت لكم راها واعره بزاف يا البنات، خطيره بزاف، كتحيد لينا التصبغات. فاول مكون غادي نبداو به، مكون رئيسي، اللي هو معلقه ديال الحلبه، ها هي معلقه ديال الحلبه مطحونه. انا غادي ندير كميه قليله البنات، ولكن نتوما كديروا يعني الكونتيتي اللي غادي تكفاكم في لحمكم، اولا عندكم مثلا يعني شي بنيته غادي تديوها معاكم الحمام ولا هذا، حتى هي ديروا ليها. مهم كنتي غادي ديري بوحدك ديري معلقه كبيره، كان معاك شي واحد راه غادي تضاعفي الكميه. مهم هنا عندي الحلبه مطحونه كما كتشوفوا، انا درت غير بالمعلقه الصغيره. غادي نحتاج معلقه ديال الحنه كما كتشوفوا، الحنه ديال اللحم، كتمشيو عند العطار تقولوا ليه عطينا الحنه ديال اللحم، ماشي هذيك ديال النقيش. ردوا بالكم واحد النهار البنات والله العظيم الا تقولبت، كنت انا وبنت خالي وخدينا الحنه على اساس انها حنه ديال اللحم ياك، فمني مشينا للحمام ودرناها يا لهويتي، عرفتي شنو يا البنات، ولينا مصبوغين انا والبنت، ولينا مصبوغين، عرفتي شنو هي مصبوغين، كل ما زعما كون وعرفتي شنو البنات، قسما بالله يعني كون ما غسلناها سوغ بلاص كنا غادي نخرجوا محنين. تخيلوا الحمنه كامل تصبغ، فردوا بالكم يعني يعطيكم الحنه ديال اللحم ماشي ديال النقيش. من بعد غادي نحتاج معلقه ديال الروز كما كتشوفوا، اوبس الروز ها هو، ماشي مشكل هذا غير الخير، كما شفتوا البنات معلقه ديال الروز حتى هويا الروز مطحون. وغادي نحتاج معلقه ديال الورد، ها هي كتخلي ريحه زوينه في اللحم كما كتشوفوا البنات، ياك بعدا عاقلين اشنو درنا، معلقه ديال الحنه، معلقه ديال الروز، معلقه الورد، معلقه ديال الحلبه كما كتشوفوا. نتوما راه كديروا معلقه معلقه، راه كتعطي زعما كميه كبيره. من بعد غادي نزيد معلقه ديال
الصابون البلدي اللي ضروري في الحمام المغربي ديالنا، وغادي نميلونجي كل شيء مع الحامض او القارص كما كتشوفوا الحامض البنات. اوبس، غادي نحتاجو الحامض، الماء ديال الحامض كما كتشوفوا البنات. انا راني عصرت هذاك النص ديال الحامض. صافي غادي نخلط كل شيء مع هذاك الصابون، ومن بعد غادي نخلطو بالماء يعني سخون باش كنخفو هاد التبريمه. كنخلط مزيان مزيان باش كيتجانسوا ليا العناصر مع بعضياتهم. كذلك التبريمه كتنفخ يعني المناطق الانثويه، خصوصا الا خليتيها يعني في الجسم ديالك واحد المده، فهي راه كتزيد شويه في الفوليوم لان دايرين فيها الحلبه. نتوما عارفين الحلبه البنات راها واعره يعني كتنفخ. هذه غير خلطوا منها البنات وخبيوها، وفيما يعني تبغي تدوشي، واخا تكوني غادا تدوشي غير في الدار ديريها، راه كتبيض اللحم، كتحيد لينا التصبغات، كتحيد لينا الشوائب، هذوك البوتور ديال الحبوب يعني زوينه بزاف بزاف، كتصفي البشره، كتنقيها، كتحيد لينا الوسخ. هاي البنات شوفوا كيفاش رجعات، رجعات على مزيناتها يا خيتي، على مزيناتها، خصك عاد توكلي على الله وديريها. وكتنفخ يعني كتزاد في هادشي، هادشي هاد الوصفه البنات غير نسد عليها، خليها واحد ساعه نرجع نحل عليها نلقاها تنفخت، لان الحلوه كتنفخ كما كتشوفوا. صافي نخليوها في هاد القوام هذا، وغادي ندوزو باش نطبقوها ان شاء الله. البنات ديالي، الغزالات ديالي، ما نكذبش عليكم، هاد مولاتي التبريمه راها شهوه منها، قلت لكم انها كتنفخ، كتنفخ يا البنات سبحان الله العظيم، هذيك الحلبه كتنفخ. الا بغيتو تجريوها شويه جريوها، الحلبه كتنفخ وكتشرب يعني هذيك الميه. ها انتم البنات حاولوا انكم تجريوها، الريحه ديالها كتحمق واعره بزاف بزاف. وهادي البنات الا ما كانتش عندكم بشره حساسه، كنهضر على الوجه، الا ما كانتش عندك بشره حساسه، انا بعدا الحمد لله بشرتي يعني ديال وجهي ما حساسات، ما حساش سال، ما حساشه، راه فهمتوني شنو قلت، ماشي حساسه، فالوجه ديالي كيتقبل ليا الحامض. نتوما الا ما كانش الوجه ديالكم كيتقبل الحامض، هادي ما تحطيهاش في وجهك، مي انا هادي كنديرها لوجهي، كنديرها للجسم ديالي كامل، ما كاينش مشكل. دابا غادي نبداو بسم الله على بركه الله، غادي يعني نديروها في الديدات ديالنا، يعني غادي نديرها قدامكم، واعره يا البنات خطيره، غير جربوها. الحلبه راه كتبيض، كتنقي، كتصفي، لا عندك تصبغات، عندك كلف، عندك شي مشكل في البشره ديالك، كحوليه، اي حاجه يا البنات راها فعاله، خصكم غير تبقاو داوموها. انا ما نقولش لكم انا حكا ما كينوضش فيا الحبوب، ولا ما كينوضش فيا في وجهي، ولكن ظهري راه كينوض فيه الحبوب، وكيبقاو هذوك لي طاج د الحبوب كينوض ليا الحبوب. انا علاش؟ غير من الماء، عندي مشكل في الامعاء ديالي، داكشي علاش. يعني البنات اللي كينوض لهم الحبوب في ظهرهم ولا في كتافهم، كونوا متاكدين انه عندكم مشكل في الجهاز الهضمي ديالكم، سواء القولون العصبي اولا عندكم شي حاجه في عندكم مشكل بصفه عامه، عندكم مشكل في الجهاز الهضمي ديالكم، وهذاك المشكل هو اللي كينوض الحبوب. فكل شيء جاي من الماكله بطبيعه الحال، والستريس، حتى الستريس حتى هو يعني انسان كيكون مقلق معصب راه يعني كيطيح في هذا المشكل هذا ديال الحبوب. انا تنقولها يعني بيني وبين راسي، يعني انا ما عندي ما نخبي عليكم، كنقول انه مزيان يجي في الظهر، يجي في البلاصه اللي كتكون مغطيه، على انه يجي في الوجه، فهمتوا؟ فماشي مشكل يعني الوجه هذاك راه كيكون باين، مي الظهر والكتف وهذا تيكونوا مضرقين، ماشي مشكل. اكثر من هذا الصراحه ما كايناش، كاينه ولا لا البنات؟ مهم البنات كديروا التبريمه ديالكم ملي كتمشيو للحمام اولا ملي كتغسلوا في الدار كما كتشوفوا، كتخليوها يعني كتخليوها في الجسم ديالكم حتى كي يستافد الجسم ديالكم منها، وعاد ديك الساعه
كما كتشوفوا البنات هانتوما، عاد ديك الساعه كتشلوا منها وكتحكوا. وممكن انكم ملي تشلوا ديروا صويبين، عاوتاني صويبين بلدي، صويبين ديروا شويه الصابون البلدي، تشلوا منه وتبداو تحكوا. يعني كتمشي ديك الطبقه الفوقانيه يعني، وداك الجلد الميت وداك الوسوخات سبحان الله العظيم، واللون ديال البشره كيتفتح وكيولي على مزويناتو. هانتوما البنات، دابا غادي نخليها شويه نيت في، انا ما ندوش متى شي حاجه، مي غادي نخليها شويه في يديا وغادي نغسل ونعاود نرجع مع الزوينات ديالي. توتات الغزالات، انا رجعت معكم بعد ما غسلت يديا كما كتشوفوا. والله الا التبريمه البنات الا عجيبه، ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم، هي التبريمه زوينه بزاف والله، فيها بزاف ديال المزايا. هانتوما البنات كتنقي صراحه، كتنقي. مازال انا ما محيداش الزغيبات، ها هما الا كانوا كيبانوا لكم، انا راه عندي شرح من الله، راه كلشي كنبينه. المهم الغزالات ديالي ريحتها عجيبه، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها كما كتشوفوا. هانتوما نتمنى كما قلت لكم تجربوها، ما تنساوش الا كنتم مهتمين خذوا هاد تراكس بيك، خذوا الا كنتو ضعافات ولا عندكم مشكل في شعركم ولا في ظفاركم، ولا هو كيصلح لهاد ثلاثه ديال الحوايج، وبالخصوص يعني الغلط، يعني الا بغيتي تغلاضي كيفتح الشهيه تولي تاكلي. وهذا المهم الا كنتو مهتمين بالموضوع، المعلومات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف وخذوه، ومنزلكم غير خير. انا دائما كنجيب لكم الجديد وكنقلب لكم على الهوتات، وكنوريكم داكشي اللي كندير انا، راه ماشي كنجيب شي حاجه ونقول لكم هاكو ديروا، لا حتى كنديرها انا وتنجربها انا، والنتيجه كتبان فيا انا وانتم كتلاحظوها، وتتقولوا لي شنو درتي وتنقول لكم ها شنو درت. المهم الزوينات ديالي بوسه كبيره لكم، مازال غادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات الزوينين، تهلاو في رزقكم، سلامه.